صدمة جيش الاحتلال وإعلامه من تعامل المقاومة مع الأسرى الإسرائيليين، ارتفاع شعبية المقاومة في الضفة الغربية. نتنياهو اللي بيخاف منه يقول لك عندنا في مصر اللي خاف من العفريت يطلع له، عنده رعب من موضوع الأسرى لحاجتين: شهادتهم على اللي حصل يوم 7 أكتوبر، وأيضا شهادتهم على تعامل المقاومة. عشان كده الأسرى الإسرائيليين أول ما وصلوا إسرائيل اتحطوا في شبه اعتقال في مستشفيات، وعليهم حراسة جامدة جدا جدا عشان أحاديثهم ما تطلعش وتتنقح من الشباك، ما تتكررش الغلطة اللي حصلت قبل كده. قوم المقاومة تعمل ايه حضرتك؟ تستغل الدقايق بتاعة تسليم الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر ولعساكر السيسي حقيقة الوطنيين، ويخلوا الأسرى يتعاملوا بطبيعتهم ويصوروا تلك اللقطات. باي باي. وهذه الحقيقة اللحظات الودودة جدا اللي ظهرت في تعامل الأسرى الإسرائيليين مع المقاومة ادت رسالة للمرة، انا مش عارف اقول رقم كام، اللي تؤكد على ان كل الاحاديث والاكاذيب التي روجت واعتقلوهم واغتصبوهم وعملوهم الستات والبنات يعني ناقصين يودعوهم باحضان المطارات. والله ما ببالغ، حضراتكم شفتم اللقطات يمكن اكتر مني وبصورة اكثر عمقا، ناقصين ان هم يعني اكنهم حبايب. هذه اللقطات عاملة لهم مشكلة كبيرة جدا في اسرائيل. اوكي باي نعم، جود باي، ويلكم. معلش كنت فاكر انجلترا ابرد حتة في الكون، لكن تروح الشمس فين من على عفا الفلاح. من الحاجة التانية اللي مسايبة لهم مشكلة بقى حضراتكم هي شعبية المقاومة اللي ارتفعت في الضفة الغربية. انت عارف لعبة الاعداء طول الوقت بيلعبوا على سياسة فرق تسد وان يولعوا الدنيا في بعض. الأداء الرائع حقيقة واللي بحييهم عليه من كل قلبي وهو الشفافية المطلقة والعدل المطلق، وربك هو العدل، لا يوجد عدل مطلق على هذه الأرض. محاولة أن يكون العدل بأعلى درجة في كشوف الناس اللي أفرج عنها من الأسرى الفلسطينيين، ده مشهد لا تتخيل كان ليه أثاره الإيجابية إزاي على الجميع. يا جماعة مفيش حد مفيش حاجة بتخليك تأثر قلوب الناس أكتر من أنك تكون عادل. لما تحطت قوائم ما لا تفرقة بين الناس اللي تبع المقاومة ولا اللي تبع الجهاد، ولا تحطوا رجالتنا، لا دي مراتي حطها الأول. لما تحطت قوائم فيها شفافية بالأقدمية المطلقة الأسرى الفلسطينيين يطلعوا منها على أساسها، ده رفع شعبية المقاومة في الضفة الغربية بشكل كبير جدا، واللي فيه أجزاء من عرب فلسطين وعرب الداخل هناك حقيقة يعني كانوا مع فتح. ها اسرائيل بقى هتتجنن من تلك اللقطه، لان لقطه العدل حقيقه رفعت شعبيه المقاومه، وده عكس اللي هم عايزينه على الاطلاق. التسريبات اللي بتخرج في الاعلام الاسرائيلي من الصحفيين اللي استطاعوا يقابلوا الاسرى الاسرائيليين اللي افرجت عنهم المقاومه بتصب كلها في مصلحه المقاومه، ان الاسرى اولا ما عرفوش يوصلوا لحاجه، ما عرفوش يقدموا اي دلائل ومعلومات هم كانوا مأسورين ازاي. الفيديوهات دي مهمه جدا يا جماعه، ما عرفوش يقدموا اي معلومه تفيد الشباك او الموساد، والاهم انهم اشادوا بالمعامله جدا، والحاجه الوحيده اللي تحفظوا عليها هي الاكل القليل، لكن قال لك ده كان على الجميع. شوف العدل بيعمل ايه، خدوا بالكم دي عنوان مهم جدا لينا في المنطقه. قال لك ده على الجميع، ده حتى المقاومه حجمهم ووزنهم قل نتيجة الأكل القليل اللي هم بيأكلوه زينا بالظبط. الشهادات اللي جاية من هناك كلها بفضل ربك اللي بيسخر الجن والإنس للحق والعدل وللرجالة اللي بتشيل الراية.